والله زي ما انت شايف بيبقى. كلهم قاعدين فوق بعض بنشحن بنشحن في الصغار في اطفال في مرضى في ناس عايش على الاكسجين ناس وضعها صعب وفيش ضوء فيش كهرباء فيش مي فيش اكل فيش حاجه كل قطاع غزه تمام بيجي علينا نشحن نيجي من الشمال مشردين على الجنوب عشان بس نشحن جوالات وبطاريات عشان نضو في الليل ونتواصل إذا هذا ضايلين عايشين قرايبنا ولا لا في غزة في الشمال زي ما انتو شايفين كل شوي جاي يوم فاصلة كل شوي جاي كهربا فاصلة بظن أشحن فيهم من 5 ساعات إلى 6 ساعات أسبة إيش يشحنوا أروح فيهم أساس إنه أنا عندي مرضى بقدرش إن أنا نقطع من الكهرب في عندي ولا تنفس صناعي تنفس على التبخيرة لازم هذا يكون عنده موجود عنده أزمة أزمة قوية لازم ان انا اعبر البطاريه هذه ومع قصه الغبره هذه وقصه اللي بصير حتى كمان بتاثر اكثر واكثر يعني كارثه بتصير هنا ولولا وجود انه يعني منفس للكهرباء في الهلال يعني في ناس ممكن تموت من قله الكهرباء اللي موجوده حاليا بنعاني منها يعني في موت بالبطيء يعني احنا بنعاني من موت بالبطيء